الفنانة نبيلة عبيد، واحدة من بين شركاء النجاح في أعمال درامية وسينمائية عديدة قدمها الأستاذ وحيد حامد، من بين أشهرها بالطبع الراقصة والسياسة. أستاذة نبيلة، أهلا وسهلا بحضرتك، البقاء لله. لماذا كان الأمر مختلف بالنسبة لما يقدمه الأستاذ وحيد حامد؟ اولا طبعا معلش اعذروا لي صوتي مش طالع، لان انا اول ما صحيت من النوم خدت الخبر، ما يعني الخبر كان مفاجاه بالنسبه لي، عشان هو على المستوى الشخصي هو عزيز عليا كصديق جدا جدا جدا، لانه كان كاتب عظيم، كاتب عظيم وله رؤيه مستقبليه، وبيبقى عارف ايه اللي هيحصل بعدين، وبيكتب وعنده احساس بالبلد، ويبقى لو البلد فيها حاجه يبقى مهموم، لو في اي حاجه يعني معاي عايش على طول الوقت واللحظه، يعني حد مش هيتكرر تاني. وكان انا بالنسبه لي عملت معاه التخشيبه، وعملت معاه الراقصه والسياسي، وعملت معاه كشف المستور، وكل واحد كان يختلف، وكل واحد كانت الشخصيه تختلف عن التاني، ولكن الراقصة والسياسي ده اللي هو يعني دخله وخد الرواية بتاعت أحسان عبد القدس، خد الرواية قال لي بعد شهر ونص هنلتقي هنا في مكتب المنتج هقرا لك الرواية. قرينا الرواية، ما تقدرش تقول ده ايه وده، تستفسر عنها، كله ماشي منطقي وكله ماشي طبيعي، يعني بقيت فرحانة بشكل اني مش هقعد اقول ده ازاي، يعني تساؤلات احيانا بيبقى فيه تساؤلات، ده ابدا ابدا حاجه سلسه. ودخلنا عملنا الفيلم، والفيلم نجح قوي 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 قوي، كمان بعديه كان كشف المستور. يعني كنت ايه المختلف في الجمل الحواريه او في السيناريو والنص اللي بيكتبه الاستاذ وحيد حامد؟ ايه المختلف قياسا بنصوص او سيناريوهات حضرتك اشتغلتيها؟ لا هو منفرد، هو له اسلوب، هو له طعم في الكتابه، هو له هو وحيد حامد، ما فيش وحيد حامد تاني زيه، ما فيش حد زيه، لا هو وحيد حامد يعني. فأنا يعني من حظي إن أنا عملت معاه الثلاث أفلام دول. معلش اعذروني، آسفة جدا، ولكن أنا فوجئت، يعني أنا امبارح لما سألت أو سألت حد من الزملاء بتوعه هو راح المستشفى ليه؟ قالوا لي بس شوية تشيك اب وكده، اتاري هم عارفين وما رضيش يقولوا. النهارده أنا بعد كل ما حصل الظهر كده لقيت بيسألوني، تسألوني على إيه؟ ده حصل؟ قالوا لي ما بقتش مصدقة نفسي وقاعدة على الكرسي من وقتها، لكن هنقول إيه يعني؟ البقاء لله وحده يا فندم. ويعني الوسط الفني، ليس الوسط الفني فقط لكن جزء كبير من الإرث السينمائي المصري كان بيرتكز على ما قدمه الأستاذ وحيد حامد. شكرا جزيلا لحضرتك الفنانة نبيلة عبيد.